من حلب مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. أنس، لو تضعنا في صورة الوضع الميداني اليوم، وخاصة أيضا كان هناك خروج لدفعة جديدة من أهالي حيي بستان القصر والصالحين، هذه الأحياء المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية في شرق حلب، تفضل. نعم، تحية لك زميلي. 23 وأضيف إليه منذ قليل 40 مدني من الخارجين من الأحياء الواقعة شرق المدينة عبر تأمين الجيش العربي السوري لهذه العائلات التي تضاف إلى العائلات التي خرجت في وقت سابق وتم تأمينها. العائلات خرجت من تلك الأحياء لأنها يعني عانت معاناتها في طبيعة الحال من ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة، وهذا ما أكدت عليه خلال لقائنا مع عدد من المدنيين سواء النساء وأيضا يعني الرجال. كانوا يؤكدون على الانتهاكات التي تقوم بها جبهة النصرة الإرهابية وجيش الفتح وأيضا الفصائل الأخرى بحق المدنيين، لذا العمل جاري بطبيعة الحال من قبل الجيش العربي السوري والقوى الأمنية ومحافظة حلب بتأمين أكبر عدد ممكن من العائلات. هنالك قنوات اتصال مفتوحة مع المدنيين المتواجدين داخل تلك الأحياء بغية تأمينهم. إبراهيم، طيب، يعني هل يتوقع اليوم أيضا خروج عدد أكبر من المواطنين؟ أنس، نعم نتمنى ذلك يعني، وهذا يعني العمل عمل غاية في الصعوبة، لأن إخراج المدنيين لا يتم يعني من المعابر والممرات، يتم من خلال بعض يعني الجبهات، بعض النقاط الساخنة. يعني هنالك بطبيعة الحال خطورة بخروج المدنيين، لكن عندما يتم التنسيق وهنالك تنسيق كما ذكرت لك من قبل القوات الأمنية وأيضا من قبل الجيش العربي السوري، يتم نقل العائلات وأيضا إجلائها من تلك الأحياء باتجاه المناطق الآمنة التي بطبيعة الحال تم تخصيص عدد كبير من الأبنية السكنية فيها والمجهزة بكل الاحتياجات الخدمية والمعيشية وأيضا الإغاثية لكي تكون سكن مؤقت لهذه العائلات. طيب أنا دعني أسألك أخيرا، في ظل العمليات العسكرية الواسعة للجيش العربي السوري، يبدو أن هناك انخفاض في وتيرة سقوط القذائف على الأحياء السكنية في مدينة حلب، ماذا بهذا الشأن؟ دائم نعم، من المؤكد يعني هنالك انخفاض بعض الشيء في وتيرة الاستهداف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعمل دائما على استهداف المناطق الآمنة والأحياء السكنية. يوم أمس تم وليلة أمس تم استهداف حي الميدان الذي يعتبر من الأحياء ذات الكثافة السكانية بعدد من القذائف المتفجرة، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. ناهيك أيضا عن استهداف في وقت سابق للسليمانية وأيضا منطقة العزيزية. نعم، أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من حلب، شكرا لك.